إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ذيخ الزارب سبحانه وتعالى يقال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. شحال من واحد تزار مغبر مشعكك أشعث أغبر التحقال من ما يروح تزرنخس مدفوع بالأبواب. يقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره. ما ليس الزوج خرب سبحانه وتعالى أسيني أقسم عليك يا رب ألي تشد حتى لأبر قسمه. أشوان حقارة ديج وانت بوس الوجهيات بين الناس إنما نيري سواسية ألمون لو أقسم على الله لأبره. دقى يوقع في زمن محمد بن المنكدر رحمه الله تبارك وتعالى الزوج دي المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم سجير فوذين لا الأنوار ولا المصابيح ولا جنحش سجير ظلمة إنش فأصاب الناس قحط شديد يودان تغاصني جن الجفاف إحدى جنان زار ول فغن غبار تدعان رب سبحانه وتعالى ول إنش روح المسجد إنش يفدي الجن في ظلمة الليل إنش الزوج غاجب إلى قبارينو إنش تسريغاس يناجي ربه قرص يا رب يوذن أقل في قحط شديد يوذن فندغاش تنزيش انزاوس تشيتشا وإني أقسم عليك يا رب لأسقيتهم تزجي خش يا رب لأسقيتهم إنش محمد بن المنكدر فرت عدي إنش عجيجي من قوانيتا السوارق رب سبحانه وتعالى أقسمت عليك يا رب أن تسقيهم إنش فما هي إلا لحظات فإذا بالرعد وإذا بالمطر ينزل إنش وطد المطر بدعوة إجنط زاد التحقال إنش ابن المنكدر رحمه الله إنش مديو بحر في جاي إنش قيم تزجى إنش ترو مديو وذر في جاي إنش أو ترى يقل ويتر إنش يوذف ذي الصلاة إنش ومي فتبخ إنش ضفخ ضفخ إنش ترو مزريخ يوث غيش متدعث إنش صافي السنه ما نزدغ إنش رو حرمتي والشاج وتني الضها إنش كيد خاس إنش وفق تخاسو في خمينتك إسكافي يعني عدر في سيرة ضد الرف يعدر في سيرة. فقال يعني أظهر رفيق قرص الثاني محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عالم زمانه إجن الفقيه إجن العالم ست مرة يوذا. فقال مرحبا بك ألك حاجة يعني شان حاش شان تسيريت شان حاش شان تعذر يا محمد محمد بن المنكدر إنس قصريخ رهاد نشيض النط يقرب سبحانه وتعالى إنش فغاضب إنش يخيق إنش حتى وقلق زيسة زخادو ياخ إنش فغاضب إنش دقا يتزرد وفي الذكارة ديج مدام ثاقبض يعني جل الأمر فيما بيننا الناس ابن المنكدر يعني سننا رب سبحانه وتعالى والسخفي يعني النهر ما تحلاج أدير ضغى الراف أو شيئا من هذا القبيل إنما شغني طول الحياة مش كتفرغ العبادة أن رب سبحانه وتعالى يوقي الناس يفشد ورد غاري شان السيار في وشو ميد يدور يروحهم شني يفوضي نيجي سقسيه بنت الدايت وغاي شارة ننسقي ظنط يجمع رحير النص يويا من يقال باش تمسق زقوم غير توسيل شك او انا سويا تغاثيث باب انت الدهم توقان توقان الله بيننا وبين ابن المنكدر اخرج عنا العبد الصالح. الله بيننا وبين ابن المنكدر يصف خلق العبد الصالح يتغان في هذا البيت لو اقسم على الله لابره. العبره بما وقر في الصدر ابو بكر صديق الامه قنخاس الصحابه ما سبق الأمة بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام إنما بشيء قد وقر في الصدر ويزوى شيء الأمة الصلاة والصيام تغذين الأمة من يصلي أكثر من أبي بكر تغذين الأمة من يصوم أكثر من أبي بكر ما سبق الأمة بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام إنما بشيء قد وقر في الصدر تقوى ذا القلب تغرب سبحانه وتعالى يا قفتها من أعظم الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زاهر تويتاز دير كم بغاثن دينت إتاو دمو شوات مجارين شوات وغيتي شاسي النبي عليه الصلاة والسلام إجنهايو في دي السوق إزنوزا إزنوزا موشن محواج دي السوق يروح النبي عليه الصلاة والسلام سنفر يوانس يمن عيثي ذا العزد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد وخفي غيس غني اسم غوانتا من يشتري العبد ساكيس النبي عليه الصلاة والسلام زاهر فاح فقال يا رسول الله إذا تجدوني كاسدا إن واش تاريخ ولو
نشتخصفوها تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حس ولكنك عند الله غالي. غرب سبحانه وتعالى في غري أجزاني ولا الحق نموذك مكاوي مقدس إذنو زادير سواقوها، ولكن المكان مش غرب سبحانه وتعالى التنقرت. ولكنك عند الله غالي. فوذي نبو المظاهر ولا الوجهيات وجواني تيصح وانت الزاد. لا لا، ابن مسعود رضي الله عنه ومي قاعد غتشجع هذيك السواك النبي عليه الصلاه والسلام يكتشفت نار ريح زري نظام زداد بدا الحشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتضحكون من دقه ساقيه؟ الضحشم خضام سمو ملي زداد، والله انهما لاثقل في الميزان يوم القيامه من جبل احد. يوم القيامه اذا ناض قرن ذي الميزان من جبل احد. قد يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أديس الإنسان الجسمين ويوزن رب سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فالعبرة ليس ويصح وذا الزاد ويقيم ويفعرم ومسنفران ومسفران، لا أبدا، إنما العبرة بما وقر في الصدور أحبتي في الله.